السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في النشرة الوحيدة لدولة نافيغستان الديمقراطورية الغاشية، معكم بوق صغيور. نستهل النشرة بأخبار الوطن، حيث ألقى وزير الحياء والجماعات الحشومية السيد دحدوح لومينيو بخطاب إلى الأمة النافيغستانية. شاهدوا معنا الخطاب. نذكر الجمهور أن هذا الخطاب ممنوع للأطفال، نساء الحوامل، لذوي الإحساس المرهف، وكذلك مرضى السل والسعال الديكي. السلام عليكم يا الشعب النافيغستاني العظيم. حقيقة الأمر نحن شعب قاوم الجراثيم ونقاوم البقع، شعب قضى على 99% من الجراثيم، ولكنه كاين بعض من الناس كلاب ولاد الحرام نقول لهم، ولكن هناك مواطنون نزيهون يحبون الوطن، وبعض آخر حق طائر البوق. هو طائر جميل يرجع أصله إلى غابات جنوب شرق آسيا، يتميز بشكل أساسي بتلك الخوذة من الكيراتين على رأسه. جماعة وشنو هذا الحيوان هذا التشاري تتخلف؟ جمهورنا الكريم نعتذر على هذا الخطأ التقني الغير خارج عن نطاقنا. خير وميسا سالي بو جمعة، صباحنا ولا والله فريمون جوست جورني مانيفيك. في الخدمة كلشي مشى تري بيان، خرجت من الخدمة تجي ديريكت للدار سيركيلاسيون ما كاينش. هو توت لا جورني برا يحوس با سيركيلاسيون، هو انا على مع لي كونسونطراسيون للقهوة. وي بوكوا با الو. شكون هاد السيد؟ ما تخافش خدم معانا فلا بوبليسيتي. معليش اصلو. شحال سخون هاد الإبريق. ميرسي. لاتونسيون بلاكي لاتونسيون كوليسترول سكر 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 سكر. لا هذا بفضل قهوة السمر. قهوة السمر تنقص في العمر. قهوة الزمر تحتوي على مواد سامة، الزئبق، ثاني أكسيد الكربون، وحمض الحمبوريك. للحديث على الانتخابات الملكية معنا في البلاتو المترشح من حزب الهذيان السيد جيمس بيتون. سيد الكريم، يعني إذا قدر له ولم تنتخب ملكا للبلاد، سوف تعاون وتساعد الملك المنتخب لإيجاد الكنز المفقود؟ لا. سؤال آخر، يعني نعرفك إنسان تخير وتحب الناس، سوف في برنامجك تساعد الشباب العاطل عن العمل، النساء الماكثات، الحشرات المنزلية؟ لا. السؤال الأخير، كيف سوف تكون علاقات دولة نافيغستان مع دول العالم؟ لا نو نو نيت نيهاو خاطئها. نعم أشكرك شكرا جزيلا السيد جيمس بيتون. لا. ختامها مسك مع الثقافة، وركن هذا الفنان قريب يموت، مع الزميلة المتألقة الجميلة الوسيمة رشا. إليك الخط يا رشا. السلام عليكم ومرحبا بكم في حصتنا
هذا الفنان أو قريب يموت. الله يسلمك. إن شاء الله إن شاء الله قريب لنا القريب. اسكت أستاذ. اليوم راه حاضر معنا الفنان الشيخ المصدي. شيخ سقسيك سؤال. نعم نعم تفضلي بنتي. كيفاش أستاذ كانت البدايات تاعك في هذا الفن؟ يعني في الحقيقة الفن الشعبي هذا بديته من بكري، يعني تقريبا في سنة 1965 هكذاك شهر فيفري. أستاذ من فضلك ممنوع منعا باتا ذكر أي شهر من غير شهر نوفمبر. نبدلها مالا هنا نبدلها. طبعا أستاذ اسمحوا لنا برك نقطعوا هاد يلا تفضل تفضل نعاودها. يعني كما قلت لك أنا البداية تاعي كانت في أول نوفمبر، وأول أغنية يعني بديتها تعلمتها نشيوغ لي أغنية يوم الجمعة خرجوا ريام. أستاذ اسمح لي نوقفك هنا، ممنوع ذكر يوم الجمعة، هذه الجمعة هذه ما تزيش تقولها أستاذ من فضلك. إيه مين بصعيب أنت الأغنية هكذا نقول يوم ثلاثة خرجوا ريام. أستاذ سيختو بثلاثة ممنوع ذكر، تقدر تقول الاثنين الأربعة السبت مثلا. داكور داكور. إيه نعود مالا. إيه كما قلت لك أنا في الحقيقة أول أغنية غنيتها هي أغنية يوم الخميس واش داني ندير هذه الحصه تاع الزمر ونجي نتبادل هنا في التلفزيون مع الناس. استاذ سمح لي برك انت معروف الاغاني تاعك عن حب الوطن والافتخار والاعتزاز ببلد نافغستان، اليس كذلك؟ لا 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 انا في الحقيقه غنيت بزاف عريم الخدات الفايزات المضامات نساء، يعني عجك غنيت بزاف الاغاني وكذلك يعني الله يسمح لنا كنا صغار هذاك الوقت غنيت كسر حيق يا ساخي اغاني تاع الشراب والخمر وهذا الامر يعني الله يجي الله يسمح لنا. احسن قادر لو خدمت من فضلك. صحيح شنو والله ما نخلصوك. ما تخلصونيش. لا 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 تخلصوني. كيما قلت لك انا من بكري نغني اغاني على الاستقرار، على الاستقرار يعني على برنامج ثاني وكذلك على الاخضرار الاستقرار العزه الكرامه و كما شفتوا أعزائي المشاهدين هذا الفنان أو قريب يموت. سمحوا لنا أعزائي هذا الفنان راهو مات. أعزائي نتلاقوا الأسبوع المقبل مع فنانين جدد لتكريم جميع من ماتوا. مع السلامة. تخلصوني نموت تخلصوني. إيه في مصروف تاع جنازة فيها شوية مصروف. شكرا زميلتي رشا على هذا التقديم الرائع والمتألق والفريد من نواه. كانت هذه إذن آخر فقرة في أخبارنا لنهار يوم، وتكريم الفنان الراحل الشيخ المصدي الله يرحمه. نلتقي غدا إن شاء الله. كانت معكم الأخبار الوحيدة لدولة نافغستان الديمقراطورية الغاشية. إلى اللقاء. تبون جماعة يعطيكم صحة. برافو جازت مليح. ما تبانش الفيستا بلي بدلتها باسكو بدلتها وسختها شويه بالياورت بخبيلها ما كوبيتوش وقت ليلاني.